إن هذه الأزمة الصحية قد أتاحت للجميع فرصة استخلاص الدروس والعبر، وإلى ضرورة القيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية، خاصة بإعادة تنظيمها ومراجعة طريقة تسييرها، وكذا تأهيل وتكوين رأس مالها البشري. ولذلك يجب أن يندرج إصلاح المنظومة الصحية ضمن مقاربة شاملة وتشاركية تساهم فيها كل مكونات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصلاح يتطلب أيضاً تنسيقاً مكثفاً ودائماً بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية، حيث يعد هذا التماسك شرطاً أساسياً لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المتزايدة للمواطنين على الخدمات الصحية وبالنوعية اللازمة.